كان أحد الافتراضات هو أن مشروبات الحمية قد تحفز شهية الشخص للطعم الحلو، مما يزيد رغبته في تناول الحلويات التي تحتوي على مقدار كبير من السعرات الحرارية. لكن الدراسة التي نشرت في مجلة التغذية السريرية الأمريكية لم تجد أي دليل ليدعم فرضية أن تناول مشروبات الحمية مقارنة مع شرب الماء يزيد تفضيل الشخص للأغذية والمشروبات السكرية على المدى القصير. وقد درس الفريق البحثي التابع لكلية الصحة العامة بجامعة كارولاينا الشمالية 318 شخصا مصابا بالبدانة أو الوزن الزائد، وجميعهم يتناولون ما لا يقل عن 280 سعرا حراريا من المشروبات، وطلب من ثلثهم استبدال حصتين من مشروباتهم السكرية المعتادة بالماء، وطلب من الثلث الثاني استبدال الحصتين من مشروبهم العادي بداية كولا وداية شاي ليبتون. وبعد 3 و6 أشهر تم تسجيل ما تناوله المشاركون في الدراسة من الطعام والشراب، وتبين أن أفراد المجموعتين التي شربت الماء والتي شربت مشروبات الحمية قللوا ما تناولوه من السعرات الحرارية من ما بين 2000 و2300 سعرة في بداية الدراسة إلى ما بين 1500 و1800 في نهايتها، وجميعهم نقصت أوزانهم. كما تناول أفراد المجموعتين نفس المقدار من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والسكر، وكان الفارق الوحيد هو لدى مجموعة الماء التي تناولت كمية أكبر من الخضار والفواكه، بينما تناولت مجموعة مشروبات الحمية كمية أقل من الحلويات. سعد الدوسري، BBC.